السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا الفيديو الجديد حول المنتخب الوطني المغربي والتشكيلة رقم 2 للمنتخب المغربي أمام منتخب الكونغو برازابيل. لقاء اللي غيكون في الكونغو، هذه التشكيلة رقم 2 تقدر تكون التشكيلة نموذجية صراحة للمنتخب الوطني المغربي، واحد التشكيلة اللي هي كبيرة، التشكيلة اللي هي كبيرة صراحة ونموذجية من جانب المنتخب الوطني المغربي. والتشكيلة رقم 2 ديال المنتخب الوطني المغربي بطبيعة الحال لا جدال ولا نقاش في ذلك، التشكيلة اللي هي كبيرة بطبيعة الحال للمنتخب المغربي، التشكيلة اللي هي ساطعة بطبيعة الحال للمنتخب المغربي. حنا في 2 ابريل وهاد المقابلة عتقام واقيلا 11 يونيو، إذا بقي شي بزاف حواليك شهرين وشي حاجة على هاد المقابلة، حوالي 9 أسابيع بطبيعة الحال تفصلون على هاد المواجهة ديال الكونغو برازا بالأراضي الكونغولية في غياب سفيان أمرابط. نقدم لكم التشكيلة رقم 2 اللي يقدر يلعب بها المنتخب المغربي أمام منتخب الكونغو برازا بطبيعة الحال، مقابلة قوية، مقابلة كبيرة لا جدال ولا نقاش أن هذه المقابلة كبيرة من جانب المنتخب المغربي أمام منتخب الكونغو برازابيل، من المقابلة الصعبة صراحة للمنتخب المغربي، مقابلة كبيرة من جانب النخبة الوطنية ولا من جانب بطبيعة الحال المنتخب الكونغو برازابيل. التشكيلة نبداوها بموني المحمدي حارس فريق الوحدة السعودي، عنده 34 سنة وقرب 35 عام، كنظن 19 ماي كمل حنا في 2 ابريل. موني المحمدي حارس اللي قاز من البطولة الإسبانية كنظن الدرجة الثانية وكذلك البطولة التركية، حارس اللي ما عندوش حظ في الفرق صراحة اللي كيلعب فيها، لأنه كان ممكن يجوز من الفرق كبيرة اللي لعب فيها، ولا لعب كنظن في ملقا وفي لومانسيا وأحد الفرق التركية والآن في الوحدة السعودي. كنظن بدا المسيرة ديالو هذا في سبتة ولا في مليلية وحدة في يمكن كنظن في السبته بدا المسيره ديالو هذا الحارس منير المحمدي صراحه، مش حارس اللي كان خصو المسيره احسن من هذه. مشو عند لاعب عبد الكبير عبقار كذلك عنده علاقه باسبانيا، حاليا كيلعب في ديبورتيفو الابيس، عنصر اللي شاهدناه كاساسي امام منتخب انغولا كان شيئا من مرتبك، كان علينا يعطي ضربه جزاء للمنتخب الانغولي بطبيعه الحال لا جدال ولا نقاش. لاعب الكبير رغم سن 25 سنه كمل 5 مارس، مواليد 1999، تكوين مغربي وكيلعب ديبورتيفو الافيس، لاعب اللي خصنا نستافدو منه الان لان عنده 25 عام، ماشي حتى يعمل 30 عام ولا 35 عام، غنمشيو نقلب الدفاع الاخر. كذلك عنده علاقه في اسبانيا لانه الان كيلعب في اسبانيا، اللي هو لاعب شادي رياض، لاعب ريال بيتيز الاسباني، 20 سنه صراحه، اللاعب اللي نتنبأ بمستقبل كبير صراحه هذا اللاعب هذا، اللي هو لاعب شادي رياض، اللي هو من العناصر اللي ممكن تكون رائعه بطبيعه الحال في الليغا الاسباني دفاعيا، لاعب صغير كنشوفه في التوني ديال البارسا بطبيعه الحال، والبارسا عطاته لبيتيز وعنده احقيه انه يشارك كنظن بسبعه البنايه الاورو، وكنظن البارسا انا صراحه ماشي الراي ديالي تشريح، لانه الا شراته ما يبقاش يلعب كرسمي بحال اللي كيلعب دابا، لان البارسا حنا كنعرفوا البارسا والثاني ماشي هي بيتيز. غنمشيو للضي الايمن لاعب محمد الشيبي، لاعب بيراميز المصري، لاعب اللي كيلعب بيراميز، لاعب نتاج البطوله المغربيه، لعب في بزاف ديال الفرق في المغرب، كان راج اتحاد طنجه وتطوان، كنظن الرجاء والجيش وخنيفرة وخنيطرة، لاعب اللي صراحة محمد الشيبي اللي برز إمكانيات ديالو كبيرة ملي كان في اتحاد طنجة صراحة، الآن مشى بيراميز المصري، فرقة اللي بدات كتشق الطريق ديالها تما في مصر بطبيعة الحال. حنا في 2 أبريل قرب الموسم أنه ينتهي بزاف الدوري، كنظن الدوري المصري لا، الدوري المصري باقي طويل على ما أظن، لأنه أصلا كنظن كيبداو معطلين. غنمشيو للاعب اللي نتاج البطولة المغربية بحالو بحال محمد الشيبي، اللي هو اللاعب يحيى عطية الله، لاعب اللي انتقل للبطولة الروسية بعد كان متألق جدا في فريق الوداد البيضاوي، اختار أنه يمشي للدوري الروسي، ما عرفتش أنا صراحة أن الاختيار غريب وغريب جدا أنه يمشي للدوري الروسي بطبيعة الحال، اختيار غير مفهوم بصفة نهائية. اللاعب يحيى عطية الله أنه يمشي للدوري الروسي 28-29 عام، اختار أنه يمشي للدوري الروسي صراحة اختيار غريب، ولكن كيبقى حريه شخصيه بطبيعه الحال. لاعب يحيى عطيه الله انه لاعب كبير وعارف اش كيعمل وعارف المستقبل ديالو احسن منا كنظن على ما اظن. غنمشيو للاعب اسامه العزوزي، لاعب بولونيا الايطالي 22 عام، التشكيله رقم 2 اصلا واعله ولا فوايد ولا في 2 اسامه العزوزي، لان اصلا اسامه العزوزي ممكن لعبه جبران لاعب فريق الوداد البيضاوي، ممكن يلعب كنظن حتى بوشواري لاعب سان تيتيان فرنسي بطبيعة الحال ممكن يلعب، ولكن كي أسامة العزوزي كنظن هو اللي يقدر يلعب، لاعب اللي صغير صراحة عنده 22 سنة، من العناصر اللي دخل في 2 لقاءات كأساسي مع المنتخب الأول بطبيعة الحال أمام المنتخب الليبيري وأمام المنتخب الموريتاني، المقابلة اللي انتصرنا 3-0 المقابلة الأولى اللي خلات عندنا 0-0، ما طلبش الشباك ديالنا أهداف، يمشيو عند بلال الخنوس 19 عام، لاعب بدا كيشق الطريق ديالو صراحة في المنتخب الوطني المغربي بالعناصر اللي ممكن تكون جيدة صراحة
في النخبة الوطنية اللاعب بلال الخنوس اللي هو من العناصر الكبيرة لا جدال ولا نقاش كنظن صراحة في المنتخب المغربي، ممكن يشق التاريخ ديالو صراحة. اللاعب بلال الخنوس 19 سنة فقط، لاعب من اللاعبين الجيدين والمجتهدين صراحة، ممكن يكون في المنتخب الوطني المغربي. لاعب كذلك يلعب حتى في المنتخب الأولمبي بطبيعة الحال، مشي عند اللاعب إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد، عنصر مهم جدا بعد التحقه بالمنتخب المغربي. شرف لي انه يلعب مع المنتخب المغربي بطبيعه الحال. ابراهيم دياز اللي عامل موسم رائع صراحه في ريال مدريد، واخا ما كيلعبش كل شيء، ولكن شفنا في اخر لقاء مع بيلباو كان محيح صراحه بفوز ريال مدريد بجوج ديال الاهداف على بيلباو بالاهداف ديال رودريغو اللي ما عملش موسم مزيان، وعنده 10 ديال الاصابات في الدوري فقط 6 الاصابات اللي بعيد عليه برنينغهام، هدف الليغا الاسبانيه ب 16 هدفا، وبينيسيوس كان ضمن جوج الاهداف اللي عنده 12 هدف على ما اظن. غنمشيو لخط الهجوم، نبداو بامين عدلي لاعب باير ليفركوزن الالماني. هذا المكان كنعرفوا احنا محجوج الحكيم زياش بطبيعه الحال، واخا ما كيكونش في الجاهزيه ديالو الكبيره كنشوفوه لاعب بحال في لقاء موريتانيا، لا هو لا حكيمي لا الرحيم بيدو ما كانش في المستوى، ولكن بقاو لاعبين بطبيعه الحال. انا الرحيم عيط له في هذه اللائحه كيف بغى يجي يجربوا بطبيعه الحال باش يشوف اللائحه ديال يونيو، كان ممكن رجوع بوفال، رجوع مزراوي، رجوع سيباري، ممكن هاد اللاعبين يستافد منهم بطبيعه الحال. وليد الركراكي غنمشيو عند اللاعب الياس بن صغير لاعب موناكو الفرنسي اللي هو من العناصر اللي صراحه تحرك كثيرا في اللقاءين لا امام انغولا ولا امام الموريتانيا بطبيعه الحال. لاعب اللي من العناصر اللي عنده تكوين فرنسي وعنده 19 عاما فقط، لاعب اللي ممكن بزاف ديال الحوايج يعملهم صراحه في المنتخب الوطني المغربي، من العناصر جيدة جدا صراحة لا نقاش ولا جدال فيها. اللاعب إلياس بن صغير اللي كيلعب في موناكو الفرنسي، العناصر الجيدة صراحة ممكن يكون في عند لاعب أيوب الكعبي لاعب أولمبياكوس اليوناني، لاعب اللي كتنقصو الفعالية صراحة في المنتخب المغربي لأنه كيلعب بزاف المقابلات مكيسجلش كتير. اللي كنتذكر له أنا هدفين، هدف أمام كوت ديفوار في كوت ديفوار في ديك المقابلة الودية، والمقابلة الشكلية أمام ليبيريا كنسجل ديك الهدف عن طريق ضربة جزاء. ما كيسجلش بزاف أيوب الكعبي عن المنتخب المغربي صراحة، هو من 2000 ولا ما على الأقل 2018، لأنه في 2018 كان كيلعب مع المنتخب المغربي لأنه شارك في المونديال الروسي بطبيعة الحال مع المنتخب المغربي، وكنلعب كأساسي كنظن مع منتخب ضد منتخب إيران في المقابلة الأولى اللي كنا نهزمنا آنذاك بإصابة لصفر، كانوا أمين حارس لعبوا كأساسيين. هو الذكرى أن في واحد المقابلة في 2023 أمام ليبيريا في مقابلة وحدة كان سجل الكعبي وسجل حارس، كان في مقابلة وحدة بطبيعة الحال، إضافة للاعب عدلي اللي كان الوجه الجديد منتخب المغربي مؤخرا. هادشي اللي كنقول لكم جميع الناس اللي تبعوا معنا هاد الفيديو من الاول الى الاخر، شكرا لكم.